السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البسوا ما يرضي الله عز وجل ليلبسكم ما يرضيكم في جنته ودار مقامته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. الزوج الذي يغار على زوجته لا يدع أن تخرج زوجته من البيت إلا بلباس شرعي سميك غير شفاف سابغ لا يظهر شيئا، واسع غير ضيق، غير مطيب ولا مبخر ولا زينة في نفسه. هذا هو الزوج الغيور، هذا هو المسلم الغيور الذي أمره الله عز وجل أن يغار على عرضه. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قالت زوجة لزوجها: لماذا تحرص على أن أخرج دائما بهذا الثياب القديم البالي الذي يحرجني أمام صديقاتي؟ فقال لها: ولماذا أنت تخرجين بهذا الثياب الذي يحرجني أمام ربي يوم القيامة؟ هكذا شتان ما بين وشتان شتان فعلا بين من قطعت لهم ثياب من نار ومن عاليهم ثياب سندس خضر. الله أكبر. البسوا ما يرضي الله ليلبسكم ما يرضيه يوم القيامة. فالمرأة مأمورة بالحجاب الشرعي، وزينة المرأة وجمال المرأة في ثيابها الذي أطاعت به ربها عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المسلمين وفي بنات المسلمين، وأن يزينهن بالحجاب الشرعي الذي يجعل لهم قدرا وقيمة في الدنيا وفي الآخرة، ويجعل مثواهن الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لاصحابك عشان